إن المخاوف لا تزال قائمة من انتشار فيروس كورونا في الإقليم رغم انخفاض الإصابات اليومية، لذلك فإن إجراءات الحظر ستستمر. منظمة الصحة العالمية قدمت مساعدة للإقليم عبارة عن مستلزمات طبية، في حين خصصت الحكومة الاتحادية العراقية مبلغ 3.5 مليار دينار للإقليم لمحاربة الفيروس. إن الحكومة الاتحادية اعتبرت بأن الإقليم 3 محافظات دون أن تأخذ حلبجة في عين الاعتبار من حيث التخصيصات المالية، فيما خصصت حكومة الإقليم من جانبها مبلغ 500 مليون دينار لحلبجة. سيعاد فتح بعض المراكز الخدمية، منها استئناف اللقاحات وتقديم الخدمات الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتعافين من الفيروس. سيخضعون مرة أخرى للفحوصات، لأننا شاهدنا في بعض الدول كيف أنهم أصيبوا مرة أخرى.